السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رامي بدوي أبو عبد الرحمن من شركة الإيمان السورية لغسيل السجاد في مدينة غازي عنتاب التركية. هلا نحن في مدينة غازي عنتاب تقريبا صرنا قرابة 6 سنوات في مهنة غسيل السجاد. لما قدمنا إلى مدينة غازي عنتاب طبعا كنا في بلادنا لا نمتلك المهن لأنه كنا طلاب جامعيين ومثقفين. فلما قدمنا إلى مدينة غازي عنتاب تفاجأنا أنه قيمة شهادتنا ذهبت مع قيمة بلدنا. لهذا السبب اضطررنا إلى أن ندخل في سوق العمل الحرة في مدينة غازي عنتاب، ومع تيسير الله وفضله كانت أول مهنة ممكن أن ندخل فيها في هذه المدينة هي مهنة غسيل السجاد. في الواقع أول ما دخلنا في مهنة غسيل السجاد ابتدأنا فيها كعمال عاديين. بعد ما ابتدأنا بعمال رأينا الواقع الموجود هنا أنه يتطلب وجود شركة سورية تكون هي شركة تخص جميع السوريين وتتنادى بمطلباتهم، بالخاص عندنا صعوبة في قضية التعبير وفي قضية اللغة وفي قضية العادات والتقاليد. يعني نحن نجد أن المجتمع التركي والمجتمع السوري يختلفان كثيرا في قضية العادات والتقاليد، وهون كان يجد الزبون السوري صعوبة في التعامل مع الشركات التركية، بالإضافة أنه يلاقي صعوبة في قضية العادات والتقاليد. من هنا بعد دخولنا في قضية مصلحة ومهنة غسيل السجاد قرابة الشهر أو الشهرين وجدنا هناك أنه كثير من يعني الاستهتار في التعامل مع الزبون السوري. فلما رأينا هذا الاستهتار في التعامل مع الزبون السوري كانت هناك عندنا الحمية والغيرة على أبناء بلدنا السوريين، ومن هنا كانت انطلقت فكرة شركة الإيمان السورية لغسيل السجاد. في عام 2016 تقريبا، في 2016 ابتدأنا بجهود بسيطة وبعمال بسيطين في البادئ الأمر. في أول شهرين ثلاثة نجرب قضية الفكرة كيف سيتعامل فيها السوق، كيف الزبون راح يتلقاها. تفاجأنا بالقبول الكبير عند الناس. يعني نحن في مدينة غازي عنتاب فيها قرابة 2 مليون أو 3 ملايين سوري، كان هناك قبول كبير. يعني تفاجأنا كان عندنا المغسلة مساحتها تقريبا يعني بقدر بسيط أصبح السجاد خارج المغسلة من كثرة الضغط الكبير الذي جاء إلينا في هذه السنة. قررنا أن نأخذ ماكينة من مدينة أضنة التركية. كانت المدينة عبارة عن 6 فراشي عملنا فيها في عام 2016 و2017. فبعد 2016-2017 عملنا بهذه الماكينة، كان لابد من تطوير عملنا حتى استطعنا في عام 2018 تقريبا أن نحصل على ماكينة ذوات 9 فرشايات. أيضا عملنا بها سنة أو سنتين حتى أصبحنا في عام 2019 تقريبا. في عام 2019 أتينا بماكينات حديثة على مستوى، ليس فقط على مستوى تركيا بل على مستوى العالم بشكل كبير، حيث أنه تركيا تتصدر المرتبة الأولى تقريبا في تصنيع ماكينات غسيل السجاد. حصلنا على ماكينات من شركة ميسيون، تعتبر هذه الشركة هي شركة مصنعة عالميا ليس فقط على الداخل التركي بل إنما على العالم بشكل عام. فامتلكنا هذه الماكينة حيث الآن تعتبر ليست فقط في مدينة غازي عنتاب بل إنما في العالم بشكل عام المرتبة الأولى حصلت عليها الماكينة التي نعمل بها إن شاء الله. والله من ناحية النظافة بالمية طبعا الجهد العامل في الماكينات اللي عندنا هو جهد بسيط جدا، لأنه الماكينات كلها تمتلك حساسات، تمتلك أجهزة تقرأ ذكية، فتتعامل مع جميع مقاسات السجاد، بالإضافة سماكتهم ورقتهم عرضهم طولهم حجمهم كل هذا الماكينة مباشرة تأخذه على طول السجاد اللي عندنا. الماكينة تشتغل على حسب السجادة الموجودة، يعني ما في استخدام يدوي أبداً كله آلي. طبعاً من غير السجادة ما تدور لا في الأرض ولا تلامس الأرض ولا تلامس من الماكينة إلى الماكينة إلى الزبون. هذا الشكل يتم الغسيل بشكل كامل. طبعاً هلا تفضلوا رح نورجيكم على الأقسام عندنا، وعلى رح نورجيكم السجاد من حين دخوله إلى معملنا إلى حتى خروجه والأقسام والمراحل التي يمر بها من نقطة الصفر إلى نقطة النهاية. يلا رح ندخل على المعمل تماما، نورجي المشاهدين
من نقطة الصفر لما بتجي السيارة إلى هذا المعمل لحد ما تخرج مغسولة ومنشفة وتتجهز. طبعا نتفضل إن شاء الله. طبعا هلا العمال مثل ما يكون شايفين عم يفضوا السجادات، عم يحطوهم بمرحلة الضغط في الماء حاليا في هذا الحوز. بعد ما بيتغمر السجاد بالماء عندنا رح يباشروا ان شاء الله الغسيل. حاليا مثل ما شايفين السير بلش يمشي مشان ياخذ السجادة ويدخلها بمرحلة الغسيل مثل ما انتم شايفين. طبعا هون السجاد دخل بهي المرحلة. هلا هون بهي الماكينات طبعا في حساسات بكل مرحله بيصل لها ببشروا الفراشي بيشتغلوا على حسب طول السجاده الموضوعه داخل الماكينه. طبعا النظام هون نظام الماكينه نظام لمس كله، ما في ازرار ابدا، كله في اخر سيستم. مثل ما انكم ملاحظين ابتدى الغسيل، مثل ما انكم ملاحظين ابتدى الغسيل. هلا راح يجوا حيصير مرحلة الأدوية، هلا هون بشرت السجادة بالغسيل. مثل ما عارفين الحساسات بلشت تشتغل على كل مرحلة يدخل فيها السجاد. طبعا هون تتعرض السجادة إلى ضخ الأدوية بالمرحلة الثانية، مرحلة ضخ المعطرات والمطريات. المرحلة الثالثة يوضع على السجاد أدوية خاصة بها عشان المحافظة بعد انتهاء الغسيل. في هاي المرحلة مثل ما انتم شايفين يتم أخذ الغبار العالق بالسجادة بعد المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الفراشي، فيتم إزالة الغبار عن طريق هذه الفرشاة الحلزونية. بعد مرحلة إزالة الغبار يأتي مرحلة مثل ما انتم شايفين هون، مرحلة سحب الغبار. هلا هون وصلنا مثل ما انتم شايفين الى مرحلة اللف. طبعا مثل ما انتم شايفين هون في فراشي حمر والبيض، هذا الفرشاي فقط اختصاصه غسيل الطرف الخلفي للسجاد. يعني احنا في المراحل السابقة تم غسيل السجاد بمرحلة من الطرف الامامي، بهالمرحلة يتم غسيل الطرف الخلفي للسجاد. العامل في حال مثلا حصل عليه شيء، لا الماكينه بشكل عام مزوده بجميع الحساسات بحيث اذا صار ضغط خارج عن غسيل السجاد فمباشره الماكينه بتعطي ستوب مباشره. ولكن دائما نحن بنوصي الاخوه العمال اللي عم يشتغلوا انه يكونوا دقيقين في التعامل مع السجاد حرصا على سلامتهم وعلى امانهم، لانهم مثل ما لك شايف الشباب كلهم عمال شباب، يعني الله يخليهم لشباب. اللي بيكون فيها السجاد انتهى خسر. نعم صحيح، بهي المرحلة السجاد انتهى تماما من الغسيل، وصلنا إلى مرحلة سينتقل إلى مرحلة العصر إن شاء الله. هلا في سجادات بتعيدوا عليها كذا مرة حتى تغسلها من أول مرة؟ هلا بشكل عام من أول مرة لازم الماكينة تسلمنا السجادة ونظيفها تماما، ولكن بكل قاعدة إلى استثناء. يعني بعض السجاد يأتينا مثلا مثل سجاد صلاة الأعراس وصلاة الحفلات بيجينا متسق بشكل كبير، فنحن من باب الضمان ومن باب الامان بنعيد عليه الغسيل مره ثانيه حتى نضمن النظافه. عشان السداج ما تضيع عندنا الفيشر رقم السداج واسم المغسله الان من هون، هاي مغسله الايمان السوريه، السداجه كرمال ما تضيع لكتب عليها الفيش كرمال ما تضيع. هاي الماكينه مثل ما انتم شايفين عقده كامله متكامله، عالم ثاني، عالم ثاني موجود، كلها حساسات موجودة مثل ما لك شايف للتعامل مع السجاد. حسب خلال 60 ثانية فقط السجادة مغسولة وجاهزة. والآن ننتقل إلى مرحلة العصير. هذه المرحلة هي مرحلة العصير. نظام الماكينة يعمل على الضغط الهوائي، الإغلاق ضغط هوائي فقط. الآن الماء الناتج عن الغسيل
طبعا هون بهي المرحلة في الفقه الإسلامي، طبعا هون بهي المرحلة يصل إلى مرحلة الطهارة. هون السجادة إذا كان فيها نجاسات فيها شيء بهي المرحلة تطهر على مذهب الإمام أبو حنيفة. مثل ما يكون شايفين آخر صنع ماكينات ضغط هوائي، كان هون إزرار أمام، الزرار أمام شان العامل في حال حصول أي مشكلة مباشرة بالضغط على الزر يتم إيقاف الماكينة بشكل كامل. هنا داخل الماكينة كله مصنوع من كروم، من شروط الكروم الموجودين مثل ما كنتم شايفين لازم يكون سميك، لأنه في حال إذا ما كان سميك أثناء العصر ربما يحصل كسر في الماكينة أو تذبذب في الحركة الهيدروليكية تبعها. طبعاً مدة عصر السجادة مثل ما شايف 60 ثانية أو أكثر ما بيطول. طبعاً نحن في فصل الشتاء بنعرضها لمدة زمنية أكثر حتى يصل علينا على نشر اليدوي في الخارج، الله بعد شوي رح نشوفه مشان يصل علينا تنشيفه. يعني الله أنا فهمت من كلامك إنه مدة غسيل السجاد الواحد 60 ثانية. نعم مدة الغسيل 60 ثانية ومدة العصير 60 ثانية، يعني في خلال دقيقتين بيكون السجادة جاهزة عندنا. طلع هيك انتهت المهلة؟ انتهت المهلة مثل ما شايفوا، رح يطلع السجادة ناشفة. حتى إذا بإمكانك أستاذ زياد بإمكانك تلمس السجادة تشوف إنه أصبحت جاهزة حتى للمد، إذا ردت بدها في البيت صار شكل تمام كامل. الله هون عندنا طبعا مثل ما دخلت من الباب الاول هون مرحله الخروج عم تنحط على عربيات مخصصه لها مشان يتم تجهيزها بعد امتلائها على الى مرحله النشر. هلا خلصنا نحن التنشيف متوجهين الى النشر ان شاء الله. تمام هلا هون بيتم نشر السجاده ان شاء الله. هون بيتم نشر السجاد هلا حاليا. راح تشوفوا ان شاء الله نظافة بعد ما تحطوا المنشر ان شاء الله. هلا هي مفرغه من الماء، ما بقى فيها ماء، لكن تنشيفها 93%. ايوه 95%، هال 5% تنشيف يعتمد فيه على تنشيف الجو. مثل ما لكم ناقصين نظافه، تفضل. هذا السجاد من اللون الابيض، طبعا بعد ما اصحابنا اكلوا فوقه، شربوا فوقه عصير ملونات اكل شرب فوقها، رجعت كيومي ولدتها امها، كيومي صنعها الصانع، كيومي صنعها الصانع. غالبا نحن يتم استخدام مراوح في الفصل الشتوي ليكون مساعد على عامل التنشيف عندنا. خلصنا تنشيف هون دكيته صحيح؟ نعم صحيح. هون هي المرحله بيسموها هون مرحله الباكيت واللف. مثل ما تكون شايفين العامل دائما بيكون حريص اثناء اللف انه ما يكون فيها غبراية عالقة، ما يكون فيها شيء حتى تسلم بأكمل وجه للزبون. هلا بالنسبة للمعوقات التي واجهتنا كون انه نحن اجانب في بلد اجنبي، يعني احنا نعتبر بالنسبه لتركيا مواطنين اجانب بالنسبه لها، طبعا كثير من الصعوبات واجهناها. اهم صعوبه واجهناها هي كانت في قضيه المنافسه بيننا وبين الاخوه الاتراك. يعني احنا في البادئ اول ما ابتدانا اخبرناكم انه بدانا بجهود بسيطه وبخلال وقت بسيط كان اسمنا في مدينه غازي عنتاب مشتهر بشكل كبير. هذا الشيء ادى الى شيء من الحسد من بعض الشركات التركيه المتواجدون، حيث يعني وصلنا انه صرنا ننافس اكبر شركات الموجوده هنا على السوق العام الموجود. طبعا تعرضنا لبعض المضايقات، تعرضنا لبعض شيء من تحطيم السيارات، حتى تحطمت سيارات في اكثر من مره في اكثر من موقف، ولكن تغلبنا على كل هذا الشيء الموجود طبعا باخلاصنا في عملنا اولا، ثانيا انه نحن اجتمعنا مع الاخوه الاتراك مع الشركات التركيه الاخرى، بينا موقفنا نحن من العمل على الأراضي التركية، نحن لماذا موجودون هنا بالأساس، بطيبة الأخلاق بعاداتنا وتقاليدنا بوحدة ديننا. من هذا المبدأ بعد محادثات كثيرة مع الشركات الأخرى
أصبحوا يتقبلون كأخوة لهم في العمل وأخوة لهم في المجال الصناعي، حتى تفاجأنا على بعد سنة أو سنتين من عملنا تفاجأنا أنهم أصبحوا يتصلون بنا، يأتون إلينا، يحضرون لنا السجاد، أحيانا نقوم بالغسيل لهم. فهذا الشيء أعطى نظرة إيجابية عننا، لأنه كما قلنا نحن لما جئنا إلى هذا البلد نحن جئنا لنا هدف واحد، يعني لما تعاملنا وأصبح القبول لنا من قبل الزبون الكثير، المبدأ لأننا انطلقنا وأتينا إلى هنا من وجع واحد. لهذا السبب كانت شهرتنا في غزة انتهى صراحة. هم لم يأتي إلى عقولهم في البادئ أنه نحن أبناء بلد واحد كننا ووجعنا واحد، هم أتوا أنه نحن أتينا إلى هنا وقمنا بأخذ زبائنهم واقتربنا نكبر يوما بعد يوم. هذا كان خوفهم من هذا المنطلق، ولكن نحن بينا مع الأخوة الأتراك، قلنا لهم أنه نحن هدفنا فقط هو تغطية الرغبة السورية، كون أنه اللغة يجدون فيها صعوبة في التعامل مع الأخوة الأتراك، وكما أخبرتك أنه في الأيام اللاحقة أصبحوا هم يتعاملون معنا، هم يرسلوننا إلينا السجاد أحيانا. طبعا نحن الأصل في المصلحة عندنا يكون من غسيل السجاد، ولكن مع غسيل السجاد لنا اختصاصات أخرى مثل غسيل الكنبيات في المنازل، مثل غسيل البرادي سواء كان برادي ستور أو برادي حائطية. طبعا إضافة إلى هذه الاختصاصات غسيل بطانيات، غسيل لحف. مع كل هذا ممكن عندنا فرق يذهبون لتنظيف المنازل، إذا كان هناك مثلا عائلة تحتاج إلى أخذ ترعى مسنين مثلا، هناك ناس مرضى لا يستطيعون القيام بواجباتهم المنزلية، نرسل لهم فريق خاص يقوم بتغطية احتياجاتهم حسب رغبتهم، من تنظيف منزل، من رعاية صحية حتى. طبعا هذا كله يعني من منطلق الأخوة الموجود بيننا وبين الزبائن عندنا. في السنوات الأخيرة في عام 2018 و2019 أضفنا إلى هذه الأقسام قسم آخر، وقسم تصنيع مادة اللوذالين أو مادة تنظيف الأواني. قمنا بإرسال تقديم الزبائن، حيث قمنا بتقديم أكثر من 8000 عائلة. هذول 8000 عائلة من منظفات إلى مواد تنظيفية لوذالين أو الدواء اللي بيستخدموه في الغسيل، طبعا بالإضافة للوذالين والمنظفات قمنا بإضافة اختصاص آخر، وهذا في مطلع 2020 وهو تنظيف الكومبي في المنازل تبع الدوغال غاز اللي بيستخدموه هنا الأخوة الموجودين المقيمين في تركيا بيعرفوه، تنظيف الكومبي. والله نحن بالنسبة للأسعار حتى ما يكون هناك حساسية بيننا بين الشركات ولا نموت المنافسة بيناتنا، هناك أسعار تأتينا من غرفة الصناعة المختصة في غسيل السجاد يجب عليها الالتزام، سواء كنت سوريا أو تركيا أو أيا كنت، سواء من أي تكون، طالما أنت مندمج تحت المصلحة أو تحت المهنة فالسعر غالبا يكون موحد بيننا وبين الأخوة الأتراك. ولكن اللي بيفرق بيناتنا جودة الاستخدام، يعني جودة النظافة هون اللي بيكون فيها المنافسة، أما بالنسبة للأسعار عندنا لا يوجد منافسة في الأسعار أبدا. والله أنا رسالتي لكل الصناعيين والتجاريين والعاملين في قطاع الخدمات إلى آخره، وجه لهم رسالة، أقول لهم حزننا على أمتنا لا يفيد شيء أبدا، يعني مهما حزننا على قضيتنا السورية أو قضية الحروب المتواجدة عندنا في دولنا، هذا الحزن لا يقدم ولا يؤخر أبدا، بل إن نحن نقدم لبلدنا الشيء الخير في عملنا وجهدنا ونشاطنا. فنحن لما جئنا إلى مدينة غازي عنتاب مثلا بجهدنا وبعملنا وبنشاطنا وابتعادنا عن الحزن عن أمتنا قدمنا هذا النجاح، وقدمنا الصورة للمجتمع التركي بشكل عام بأننا نحن مجتمع قوي وأننا مجتمع نشط بعملنا، استطعنا دخول الصناعات المتواجدة هنا واستطعنا أن نرقى ببلادنا. فكل الحزن والإحباط هو مؤشر قوي لخسارة نشاطنا في بلاد الغرب أو بالبلاد الأوروبية أو في البلاد الأجنبية، فاعتمادنا الأساسي على نشاطنا واعتمادنا الأساسي على قوتنا وعلى عملنا. وقبل ما أنسى أستاذ نور الدين، أنا بتشكرك كتير على هذا اللقاء الجميل، وعلى تسليطك الضوء على ما وصل إليه الأخوة السوريين وقضية قصة نجاحهم، وتسليط ضوءك على تطوير مشاريعهم، وأنا أتمنى دائما نتابع هذا الطريق ودائما تسلط الضوء على قصص نجاح أخرى
وتتابع الطريق أيضا أنه تشوف الأخوة السوريين في كل البلدان سواء كان في بلاد الاغتراب بشكل عام. وأتشكرك كل الشكر طبعا على قدومك وحضورك وهذه المسافات الطويلة التي قطعتها من أجل أن تصل إلينا، فهذا كله جهد مبذول من قبلك، وأنت يعني دائما أفضلك على الأخوة السوريين كتير، خاصة أنا يعني اتصلوا فيني الأخوة كتير وقالوا لي أنه كيف تعذبت وكيف طلبت المشوار وقضية مطارات وسفر إلى آخره، فالشكر دائما واصل لك لفريقك إذا في عندك فريق آخرين يعملون معك في بلاد أخرى، فالشكر واصل لكم دائما مننا نحن التجاريين والصناعيين وكل المهنيين الكرام.